يأتي الصيف بألوانه الزاهية المبهجة، فتكثر فيها الأعراس والمناسبات الاجتماعية والرحلات والفسح، ولكل منها لبسها الخاص والمناسب في عالم الأزياء والجمال. يتم تخصيص ألوان لكل موسم على حدة. كل الألوان جميلة، ولكن لكل لون ميزته ومحبوه، خصوصاً ألوان الصيف المنعشة التي تكون مناسبة جداً لأجواء الصيف وفعالياته، كما أنها تتغير من عام لآخر. ويحرص الكثير من المهتمين بصيحات الموضة بأن تكون إطلالتهم أنيقة مناسبة لهم ولذوقهم، كما أنها مواكبة لموضة ألوان الموسم المعلن عنها. فما هي الألوان أو ألوان الصيف، وكيف نختار اللون المناسب منها، وما هي أفضل التنسيقات بين القطع؟ وكل هذه الأسئلة نجيب عنها مع ضيفتنا في الاستوديو، مصممة الأزياء والستايلست هيفرون محمد. يسعد صباحك هيفرون. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين. سعيدة جدا بتواجدي معكم ببرنامجكم الجميل. بداية عندي فضول، بعيدا عن الأزياء، اسمك حلو، إيش يعني؟ اسمي عبارة عن اسمين، هيف ورون. هيف يعني القمر، رون يعني المضيء. يا سلام، والله يعني اسم على مسمى فعلا. طيب هيفرون، يعني كيف ندخل في موضوعنا اليوم؟ يعني بداية كيف يتم اختيار ألوان المواسم، يعني موسم الصيف والشتاء والخريف وما إلى ذلك؟ نعم، هذا أكثر الأشخاص بيسألوا، أنه يا الله كيف مصممي الأزياء بيختاروا ألوان الملابس، حتى كديزاين وحتى كشكل. في البداية بقول أنه لون ملابسنا هي مصدر السعادة لمن حولنا. ليش؟ لأنه ألوان الملابس هي بتأثر على نفسية واحد، الشخص اللي هو مرتديها، اثنين للشخص اللي هو ناظر إلها. فنحن هلأ بموسم صيف 2022، لما نحن مثلاً بنروح على المتاجر أو بندخل على المولات، أول ما بندخل هلأ بنلاحظ أنه أول ما بتدخلي على المتجر بتلاقي ألوان 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 زاهية ومبهجة، لا إرادياً لا إرادياً بتبتسمي، لأنه هاي الألوان هاي تشعرك بالسعادة من جوا، بالإضافة أنه بالانتعاش. طيب ليش؟ لماذا؟ ليش مصممين الأزياء خاصة بهذا الموسم، هذا الصيف، اختاروا ألوان مبهجة، حتى اختاروا من الألوان اللي بتلبسها الباربي، أنه هيك بتشعرنا بالسعادة، وبالإضافة أنه تشعرنا بالحنين لما كنا نحن أولاد صغار، حتى صحيح. بالديزاينات والتصاميم، لأنه مثل ما هو متعارف أنه العالم مر بحدث كتير يعني صعب اللي هو جائحة كورونا، ولأنه الألوان وحتى التصاميم كالديزاينات وكقصات تؤثر على النفسية، فلعبوا على هذا الموضوع فعملوا ألوان زاهية مبهجة وقصات مريحة، بحيث أنه الواحد لما بيرتديها بيكون مرتاح، وبنفس الوقت اللون بيعطيه حيوية ونشاط بالنسبة له أو بالنسبة للناظر له. حقيقة نجح، وفعلا كل ما نروح المولات بنحس بنفس البهجة اللي انت وصفتيها. طيب ايش هي ألوان هذا الموسم، موسم الصيف؟ ألوان هذا الموسم حنبلش أول شيء باللون الأبيض. حنلاقي كتير هذا اللون منتشر، إن كان مثلا بتطلع الوحدة إنه فستان مثلا كامل باللون الأبيض، أو طقم رسمي باللون الأبيض أو تيور، أو ودخلوا كمان اللون الأبيض في داخل الملابس مع ألوان تانية بشكل كتير كبير. ولأنه الألوان بتأثر على النفسية، فاللون الأبيض بيأثر على النفسية بأنه هو بيعطي نقاء وكمال والشعور بالتوازن، فلعبوا على هذا الموضوع كمان. اللون الثاني اللي هو اللون الوردي أو اللون الفوشي، مثل ما ملاحظين على فكرة اللون الوردي نزل بدرجاته، بالإضافة للون الفوشي بنلاقيه كمان موجود. كمان لعبوا بنفس الموضوع على قصة التأثير الشخص بالنسبة للون، أنه بالنسبة لمرتدي بيعطينا الشعور أنه هذا الشخص قديش شخص بريء مرح بحب الحياة. بالإضافة كمان نلاقي اللون البرتقالي بدرجات المختلفة، عملوه بدرجات كتير بحيث أنه يلبق على جميع أنواع البشرة بالنسبة اللي بيرتديها. واللون البرتقالي بيعطي انه للشخص انه يكون هو طموح واستقرارية. كمان من الالوان اللي هو ما شاء الله نحن كلياتنا لابسين منه هو الترندي لهذا العام، اللي هو اللون الاخضر. يا احنا اليوم احنا على الموضة طالعين وصدفت انه كمان انا لبست الحجاب الاخضر وملابسي فيها كمان شيء من النقوشات الخضراء، فمصادفة حلوة يعني. فاللون الاخضر هو لون الطبيعة الساحرة،
هو يعطي إيجابية. فنحن هلأ قاعدين هون بالاستوديو عم نعطي مصدر إيجابية بالنسبة للأشخاص اللي قاعدين بالاستوديو وبالنسبة كمان للمتابعين. بالإضافة أنه هذا اللون هو بتحسيه بيعطيكي نشاط، بيعطيكي انتعاش، حتى لما الشخص بيكون مثلاً فايت بحالة اكتئاب بيقولوا له مثلاً روح على منطقة خضراء، لأنه لحاله هذا اللون بيعطي شعور بأنه بالراحة وراحة النفسية وبيحسن النفسية كتير. كمان من الألوان اللي هو اللون البنفسجي ودرجاته. اللون البنفسجي هو لون بنسميه نحن كانوا الملوك القدماء يلبسوه، هو لون القوة والسيطرة. على فكرة صح انه هو يعني تلاقي اللي لابسه بتلاقيه قديش كيوت وقديش هيك، لكن هو لطيف صح، لكن هو من الداخل ينبع قوة وسيطرة على فكرة. يعني في لون كتير حلو وبيلبق لجميع ألوان البشرة اللي هو لون السماوي، لون الهدوء، لوني المفضل السماوي. والحلاوته انه بيلبق على جميع ألوان البشرة. في عنا سر مع اللون الأزرق. لون الأزرق هاتي السر. أيوة. لون الأزرق أول شيء هو لون النقاء والصفاء والمودة. حقلكم سر لمتابعينا. في حال كان عندك خلاف أنت وصديقتك أو خلاف الأزواج مع بعضهم، البسي أزرق. تسمعوا يا سيدات يا متزوجات، إذا عندك مشاكل مع زوجك أعطي أزرق. أيوة. ليش؟ لأنه هو يعطي بالنسبة يعكس الود، الحب، الصفاء والنقاء، بالإضافة أنه بيعطي ثقة بالنفس كتير كبيرة بالنسبة لمرتدي أو بالنسبة كمان للناظر له، بيشعر أنه هذا الشخص قديش هو شخص واثق من نفسه. آخر الألوان اللي هو اللون الأحمر، اللون يلي هو بكل صيفية نحن بنلاقيه موجود، وبنفس الوقت اللون الأحمر بدرجاته المتعددة يليق على جميع ألوان البشرة، بحيث أنه هو صاحب البشرة عارف يختار أي درجة بتناسبه له. هو لون كمان حاعطيكم كمان سر لهذا اللون، يعني هم الأسرار. هذا اللون بيعطي على فكرة قوة في حال مثلا أنت مثلا عندك محاضرة بدك تلقي محاضرة، حاولي أن تخلي من ملابسك شي لونه أحمر. مثلا عندك مقابلة عمل، من ضمن ملابسك خلي جزء أحمر، بس خليه جزء صغير ما كتير يكون كبير. مثلا يعني إذا لبستي مثلا لون أسود خلي الحجاب أحمر، مثلا لبستي أسود خلي البروش أحمر، لأنه كتير بيساعد أنه بيعطي قوة للشخصية، بالإضافة أنه الشخص الثاني بيشعر قديش هذا الشخص أنه واثق من نفسه وقديش هو الشخص قوي. شكرا على هذه الأسرار اللي أنا متأكدة أن النساء بيحبوا هذه التفاصيل الصغيرة. طيب هيفرون، ذكرتي موضوع البشرة والألوان، مثلا إيش يناسب كل لون بشرة؟ البشرة الفاتحة، البشرة القمحية والبيضاء. بعدين بعد ما تجاوب على السؤال مثلا قولي لي سمية إيش مثلا يناسب من الألوان وإني إيش يناسب من الألوان. يعني إحنا لازم اليوم نستغله. أيوة جربي علينا. تمام. هلا من الاشياء اللي نحن دائما ان طفحنا انترنت ولا ان كنا نحن عم نقرا قراءه عاديه او كثقافتنا، من الغلط الشديد انه نحن نقول مثلا البشره البيضه بيلبق لها كذا من الالوان، البشره القمحيه بيلبق لها كذا من الالوان مثلا. أيوة. او البشره السمراء بيلبق لها كذا من الالوان. هذا الشيء غير صحيح على فكره، يعني مفهوم غلط. هذا المفهوم غلط، لانه نحن عندنا في بالجلد الانسان كل شخصيه فينا في عندنا شيء اسمه طبقة من الجلد مخفية تحت الجلد في إلها ألوان، الأندرتون يعني. أيوة أندرتون. في عندي لون بيكون مثلا تحت الجلد بيكون لونه أصفر، يعكس بصير عروقنا لونه خضر. أما في حال كانت عندي لونه أزرق فبيعكس عندي العروق بلون أزرق. طيب شو يعني يا هيفرون؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ أيوة. هناك عدة طرق لحتى نحن نعرف شو هي لون البشرة المناسبة لنا. سمية و بدي اسالكم وديان، طلعوا لي على عروقكم هلا حاليا، شوفوا لي شو اللون. انا والله انا اشوف اللونين، انا اشوف الاخضر والازرق. انا اشوف ازرق صراحه. اذا لم تخني وديان ازرق. ايوه ازرق. طيب وديان ازرق، فانت من اصحاب البشره البارده. نحن حنتاكد هلا لما انا بدي احكي عن الخطوه الثالثه. تمام. وسمية انت عندك اللونين، فانت هون احترتي يا الله انا بشره بارده ولا بشره دافئه. ايوه انا نفس الشيء، انا عندي ايد خضراء عروق وعندي ايد الثانيه عروق زرقاء. وهنا ايش نفعى؟ هون شو انا اساوي؟ هون نلجا الى الطريقه الثانيه اللي هي نجيب ورقه ناصعه البياض ونستخدم ضوء الشمس، ما نعتمد على الضوء اللي موجود عندنا مثلا اللي حوالينا،
ونحط على منطقة تحت الترقوة اللي هي منطقة الأكثر صفاء. في حال إنه هاي الورقة مالت إلى اللون الأصفر فأنت من أصحاب البشرة الدافئة، في حال إنه مالت للون الزهري فأنت من أصحاب البشرة الباردة. هي ما حتميل، هي بس هيك حتعطي تلميحة هذا اللون. طيب أنا عملت هالتجربة وساويتها وما زبطت معي، على فكرة أنا عملتها وما زبطت معي. طيب شو بنعمل؟ أضبط طريقة يلي هي قاعدة الذهبي والفضي اللي نحن هلا حنجربها عليكم، اللي هي تجيبي قطعتين قماش. وفي حال المتابعين اللي عم يتابعونا مثلا ما عندهم مثلا بالبيت مثلا اي شيء له علاقه باللون الذهبي او الفضي، فيك تجربيها باي متجر حجابات او مثلا شوفي انت عندك مثلا ممكن ستاره تكون من نفس اللون، عملي التجربه. ممكن اي قطعه ثياب بنفس اللون عملي التجربه. وانا اقول ليش اجابت القطعتين الان ارتحت. تمام. سمية نجرب ووديان. هلا انتم حاطيكم هدول القطع، بس انتم كيف بدكم تحطوها هلا عشان المتابعين يعرفوا كيف نحن بدنا نعمل التجربه. حنجي نحط قطعه القماش على حوالين الوش كله بهالطريقه هي. اذا مشاهدينا انتم اليوم حتكتشفوا لون بشرتي او لون الاندرتون تبعي. بنكتشف كلنا هذا الشيء. طيب انا احط القطعه بهذه الطريقه. بما انه الصبايا المتحجبات بتحطها على كل وشها، اما الصبايا مثلا اللي مثلا غير متحجبه او بين شوي من شعرها فبتحطها بهالطريقه هي هيك. ايوه هيك على منطقه الدقن. ايوه بهالطريقه هي. سمي بتقربيها شوي على دقنك. ايوه بهالطريقه هي. وبتطلع على منطقتين بالوش، بتطلع على منطقة تحت العيون ومنطقة حول التم. اوكي هلا بدي اياكم مباشرة تنقلوا وتعملوا الطريقة. بسرعة بسرعة بدو انها مسابقة. اوكي هذه الاختبارات احنا دائما نشوفها على التيك توك. اوكي انا مبسوطة اني اجربها معاكي يعني. حلو كثير. طيب وديان حطي هذا الذهبي. طيب تمام اوكي بيصيح لانه انا غطينا انا وهيك كده تمام. اوكي وسمية حطي لها اياه فوق منه مباشره، غطي عشان احنا نشوف اللون عشان نشوف المشاهدين كيف التغيير. ايوه لا غطي 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 عليها كله، غطي اللون الذهبي. حاولي انك تغطي اللون الذهبي. نلاحظ وديان ايش حصل لي؟ دقيقه بس اذا غطيتي له الذهبي حيوضح اكثر. وديان انت الرمادي عليكي تحفه صدق، فانت من اصحاب البشره البارده على فكره. انا اصحاب والازرق اللي قبل قليل شفته هذا. ايوه يعتبر إيه بارده. خلاص يعني الحمد لله عروقي طلعت يعني حقيقي. اما بالنسبه لسميه، سميه انت اللي بقلك الاثنين على فكره، فانت بقلك الاثنين الدافئه يعني والبارده. هون هلا انا بالنسبه لي لما انا عملت التجربه على حالي انا طلعت البارده. أيوة. يعني عندي كل عرق شكل، عندي واحد ازرق وواحد اخضر، طلع رمادي، فانا طلع لي البارده، فانا مثلك يا وديان. فعلا يعني. طيب ايش الفائده الان ان احنا أيوة. نعرف درجه اللون او نعرف انه انا يناسبني الذهبي او اللون البارد او اللون الدافئ برايك يعني؟ تمام. ما هي الالوان البارده والالوان الدافئه؟ حنبلش الالوان البارده اللي هي الالوان، لان احنا اذا بنحط دائره الالوان فبنلاقيها مقسمه لقسمين، عندي اللي هي بارده وعندي دافئه. حتى المتابعين اذا هن كثير احتاروا فعن طريق النت مباشره من دائره الالوان بتطلع لك شو هي البارده والدافئه. البارده اللي هي لون السماوي، التركواز، الازرق، الاخضر، الزهر، والبنفسجي كثير مناسب لك وحلو بيطلع عليكي. خلاص الالوان دي بحفظها من اليوم. تمام. وفي عنا الالوان بالنسبه للبشره الدافئه يلي هي الالوان الترابيه اللي هي الاحمر بدرجاته والبرتقالي بدرجاته والاصفر بدرجاته بالاضافه ل اللي هي البني ودرجاته. طيب انا من اصحاب البشره البارده مثلا وانا حابه البس لون اصفر، بس هو من اصحاب البشره مثلا الدافئه، شو بدي اسوي؟ شو بدي اعمل؟ شو بدنا نسوي في هذه الحاله؟ في هالحاله هي بتطلع على درجه الصفار اللي فيه. درجه الصفار اذا كانت بتميل للون الازرق يعني بتحسي شوي مالي للرمادي فهو حيلبق لك، اما درجه الاصفر اللي مايل للون الاصفر كثير فهو ما بيلبق. طيب شو السر ليش؟ حتى على فكره بالنسبه للدافئه اذا بتلبس شيء من البارده كمان بتطلع على انه يكون الالوان البارده يكون فيها شيء من الاصفر.
أما بالنسبة للباردة بدها تلبس شيء من الدافئة فتطلع على الألوان الدافئة يكون فيها شيء من اللون الأزرق. أيوة. لأن هي خلطة الألوان، هي عبارة عن كيف نحن بنقدر نطلع اللون، خلطة الألوان مع بعضها، في حال أنه دخلها هدول الألوان فهي حتناسب الكل والجميع. طيب أنا احترت و وما عرفت ما فهمت عليك يا هيفرون، وبدي فوت على المتجر واشتري، وهلا انا مباشره بعد البرنامج رايحه على السوق بدي اشتري ملابس، شو بدي اعمل؟ ايوه بس اعطيني قطعه من زكاتك. بتفوتي على المتجر مباشره، كل المتاجر فيها مرايا، بتفوتي على المتجر بتعملي بتحملي قطعه الثياب بهالطريقه هاي وبتحطيها بهالطريقه هاي هيك على وشك عشان تشوفي انعكاس، عشان تشوفي انعكاس انعكاس اللون على البشره. ايوه انعكاس اللون، اذا اعطتك اضاءه تحت العين حولت تم دغري خذي القطعه، اما اعطتك بهتان لا تاخذي القطعه ابدا اتركيها، فهي صحيح. اسرع طريقه بحيث انه ما حير المشاهدين وابسط طريقه ابسط يعني. طريقه نعم. انت خليتيني اتذكر انه احيانا البس بعض القطع يعني الغلط، فيظن بعض الزملاء او بعض الاصدقاء اني مريضه او تعبانه. نعم. هو بس اللون اعطاني شحوب او اعطاني تعب. نعم. يعني نعم. هو انعكس. ففعلا مع يعني الان الموجه اللي بنشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي يعرضوا بعض هذه الفيديوهات، فخلتني ابدا اني افكر انه هو ايش الاسباب اللي ممكن تخلي لون يعني يعطي انطباع انه البشره تعبانه، الهالات السوداء ظاهره بشكل قوي. صحيح. ففعلا ملاحظه مهمه. صحيح صحيح. عرفتي الاليه سمية الان تجيب القطعه وتشوفيها في اي مكان يعني مثلا كبه. مثلا اذا مثلا شخص حابب مثلا انه هو ما يروح على الوظيفه او هيك يلبس قطعه يتبين انه تعبان ان شاء الله ما يسمعونا شيء. انت اليوم جبتي لنا يعني اسرار يعني حتفيدنا في الحياه بغض النظر حتى اختيار القطعه كيف استفيد منها بس السر على الهواء يعني ما ينفعش ابدا. طيب هيفرون بالنسبه للاعمار يعني ايش الالوان اللي مثلا كشخص متقدم في العمر، ما نقولش انه كبير، ولكن هل هناك مثلا محظورات في الالوان بالنسبه للاعمار يعني الشباب وغير المراهقه غير كبار السن؟ على فكره انا كثير حبيت السؤال جدا. وهذا سؤال كثير مهم على فكره واجابته كثير مهمه بالنسبه للسيدات التي تعدت عمر الشباب. اول شيء الالوان، انا مثل ما حكيت والمصممين الأزياء بيشتغلوا عليها أنه هي بتأثر على نفسية الإنسان، والمرأة لما بتتقدم من العمر وتتعدى عمر الشباب تمر بحالة اكتئاب على فكرة. وأنا أحيي كل امرأة تعدت عمر الشباب وما زالت ترتدي الملابس الزاهية والحلوة والمبهجة، وألوم على فكرة مجتمعاتنا العربية يلي هي لما بتشوف امرأة مثلا لابسة ملابس ملونة وحلوة وتطلق أقل ما يطلق عليها اسم متصابية. أيوة مع الأسف شوفوها دي كبيرة ولو عادت تلبس دي الألوان مع أنه هي بأمس الحاجة. صح. نفسيا أنه هي تلبس هيك ألوان. فأنا بقول لك بقولها لكل سيدة لا البسي وانبسطي لأنه أنت أنوثتك دائمة وليس إلها مثلا صلاحية لا فعلا فعلا هذا الشيء انعكس يعني مش بس خلص الواحد كبر ما لازم يلبس بني او اسود او صحيح. رمادي ويحكر حياته بهذه الالوان اللي تجيب للواحد احيانا الغمه والله العظيم. أيوة. ولو انه يقولوا الاسود سيد الالوان لكن مش دائما. ايوه صحيح. طيب نتكلم على طريقه مجز الالوان علشان نعمل كومبينيشن كذا لطيف، فممكن تقولي لنا ما هي اسرار مزج الالوان بشكل جميل وجذاب؟ طيب هلا اذا نحن بنحكي على مزج الالوان مع بعضها هو حديث مطول جدا، وبدنا نحط دائره الالوان وحتى نحن نعرف نشتغل لانه في لها عده امور وقواعد وبتاخذ كثير وقت بالحديث عنها. يعني مثلا ما بعرف اذا معنا دائره الالوان شيء حاليا حتى اقدر اشرح عنها. دائره لازم تكون موجوده دائره الالوان حتى اقدر اشرح عشان المشاهدين موجوده دائره الالوان تظهر معنا في أوكي. الشاشه فدائره الالوان مثلا الالوان اللي نحن مثلا انا بقدر اني مثلا انسقها مع بعض عندي مثلا الالوان اللي بتكون لما انا بطلع على دائره الالوان اللي قدام مني هلا مثل ما موجوده نحن على الشاشه مثلا هلا بالنسبه نحن للترندي اللي هو الصيف حاليا عم نلبس الالوان المتعاكسه مع بعضها. يعني لما نحن بنطلع على دائره الالوان بنلاقي الاخضر مثلا بيعاكسه شو الاصفر،
وعلى فكره هو صح انه هو لون جري لكن كثير بيطلع حلو على اللبسه اذا انت اخترتي الدرجات اللي هي المناسبه لك. ممكن تشوفيها هي. ايوه تمام اوكي. مثلا الـ 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 الازرق مع البرتقال كثير حلو، والبنفسجي مع الاصفر كثير حلو. وبقدر ان اعمل خط شكل المثلث، انت مدي خط مثلث هنلاقي مثلا البرتقالي مع البنفسجي مع الاخضر ايوه كشكل مثلث، هذا كثير بيلبق. بالاضافه اذا انا بدي اعمل شكل مربع كمان بدي البس اربع قطع كثير محتاره. ايوه بس نحط الدائره من فضلكم لان ترجع الصوره. انت تقصدي يعني عاده احنا بنختار ثلاث الوان زي ما بوضح. ايوه فاذا نحن قلنا هيك مثلا اذا اخذنا مثلا برتقالي ازرق اصفر واخضر اذا بدي البس اربع الوان على فكره كثير حلو، بس انت عارفه اختاري درجات الالوان المناسبه لك. ايوه فممكن توزيع الالوان يكون مثلا عن طريق السكارف مثلا يكون أيوة. الاصفر الجاكيت مثلا ممكن الحقيبه ممكن الحذاء ممكن بهالطريقه هي يكون يعني. في مزج أيوة. الوان فعلا هذه نقطه. بقول لك الصبيه لما بدك تفوتي على اي متجر جربي فوتي خذي لك قطع الوان مع بعضها كلياتها سوا فوتي البسي. في بعض الصبايا مثلا بتفوت بتاخذ وما بتقيس وما بتلبس وما بتجرب، لا فوتي جربي وقيسي وشوفي شو المناسب لك من الوان وكيف لبقت لون على لون، يعني كيف بيلبقوا الالوان كلياتها مع بعضها. لانه بالاخير احنا ندفع فلوس كثير في التسوق فلازم نجرب علشان نرتاح يعني. صحيح هيفرون محمد الكلام معك ما ينشبعش، واحنا بودنا ان احنا نستمر وناخذ منك اسرار كثير وعلشان نستفيد احنا شخصيا في البرنامج، وانا متاكده كذلك كل الناس اللي بيشوفونا استفادوا. شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس ونورتينا. بارك الله بكم. شكرا لكم. شكرا.